نقدك للفقهاء الذين يعارضونه، قلت إن غيرة المحافظين ليست على الإنسان ولا على حياته، وإنما على النصوص الدينية كما فهمها القدماء من فقهاء السلف، حيث يحظى الدين عندهم بالأولوية على الإنسان. هو أن المنظومة الفقهية قامت منذ أزيد من 1000 عام على أساس أن حفظ الدين أسبق من حفظ النفس، وهذا تناقض. لماذا؟ لأنه إذا لم تعطي الأولوية لحفظ النفس، كيف ستكون متدينا؟ كيف ستحافظ على الدين وأنت لم تعد موجودا؟ حفظ النفس أولا، أي الحفاظ على الإنسان أولا، وبالتالي عندما نحافظ عليه نعطيه الحرية أن يختار. لم يعد الدين الآن شيئا مفروضا، ولم يعد يمكن فرضه على الناس، ينبغي أن تترك الناس يختارون. الإسلام الحق هو هذا، هو الذي اختاره المسلم من تلقاء نفسه، وليس الذي يفرض عليه ويراقب بمقتضى. ولهذا أرى بأن أجمل وأعظم ما جاءت به الأزمنة الحديثة هي أولوية الإنسان باعتباره هو الغاية. عندما يكون الإنسان هو الغاية، هذا هو معنى الكرامة. لكن فقهاءنا للأسف يعتبرون الإنسان وسيلة في خدمة الدين. الدين نفسه لم يأتي إلا في خدمة الإنسان، مركز دائما على المصلحة. المصلحة دائما بالطبع مصلحة من؟ مصلحة الإنسان. وعلينا أن نقرأ الدين للحفاظ على هذه المصلحة، وحيثما كانت المصلحة فتم شرع الله كما قال الفقهاء المجتهدون. للأسف حدث نكوص خطير مع هذه الظواهر السياسية، أي التطرف الديني لا الإخواني ولا السلفي المتشدد، فأصبح الدين هو غاية الغايات، وقمنا بتشييء أشياء هي في الواقع ذات قيمة أعلى بكثير، وحولنا الإنسان إلى مجرد وسيلة في خدمة هدف سياسي بإيديولوجيا دينية. وهنا النتيجة هي المزيد من هدر الكرامة. انظر معي إلى المجالات التي يهيمن فيها المتشددون، تهان فيها المرأة ويهان فيها الرجل ويهان الطفل. انظر إلى التجارب التي قامت باسم الطالبان أو باسم أنصار الشريعة أو باسم داعش، كيف أهين الإنسان وتم تمرير كرامته في الوحل بزعم تنفيذ نصوص دينية، بزعم أن هذه النصوص أسبق من الإنسان. إذن علينا أن نعرف بأن روح العصر الذي نعيش فيه هو الإنسان أولا، وأن نجعل قراءتنا للدين في خدمة. لكننا لا نبرئ تلك النصوص الدينية. يا أستاذ أحمد، هل تبرئها من يعني كثير ممن انضم إلى داعش يتكئ على نصوص دينية وقصص من التراث؟ أنا أرى بأن علينا أن نتحلى بالشجاعة اليوم لكي نجيب على سؤال أساسي. إذا قلنا بأن ما تفعله داعش لا علاقة له بالإسلام، فكيف نفسر اعتمادها نصوص؟ طيب إذا كان أهل الاختصاص هم العارفون بالدين كما يزعمون، فلماذا لا يقدمون لنا ما هو المعنى الحقيقي لهذه النصوص؟ إذا كانت داعش قد أخطأت أو أنصار الشريعة أو طالبان، طيب ما هو الفهم الصحيح لهذه النصوص؟ أعتقد بأن ما يهرب منه الفقهاء هو أن يقولوا بأن هذه النصوص لها سياقات سابقة لم تعد موجودة اليوم، ارتبطت بزمن ما. بزمن ما هم يهربون من هذه الحقيقة، لأنهم يعتقدون بأنهم إذا قالوا بأن هذا النص مطلق المعنى وأنه ينطبق على كل زمان ومكان فهذا يقوي الدين. العكس تماما، علينا أن نصل إلى مستوى من المكاشفة والصراحة، أن نقول لبعضنا البعض إن هناك نصوص ينبغي أن تعطل بصفة نهائية وأن تهجر بصفة نهائية، على أنها نصوص دينية مرتبطة بسياق لم يعد له وجود إطلاقا ولا يمكن أن يعود. هنا يعني أشير إلى مسألة أساسية، الكثير من الفقهاء يسكتون، لا يخوضون النقاش في هذا الموضوع. لماذا؟ ليس لأنهم مقتنعون بأن ما فعلته داعش لا علاقة له بالإسلام، بل لأنهم يعتقدون في أنه سيعود ذلك الواقع الذي يطابق تلك النصوص، فيسكتون في انتظار أن تعود الدولة الدينية لكي يعودوا مرة أخرى إلى تطبيق تلك النصوص، فيصبحوا جميعا دواعش يقرؤون تلك النصوص بنفس الفهم القديم. هذه هي الحقيقة التي يخفيها صمت الفقهاء، وأنا أحملهم المسؤولية، لأن عليهم أن يتكلموا في لحظات الأزمة الخطيرة لكي يعطوا للأجيال التي تنتظر متلهفة وهي أجيال مسلمة
تريد حلا لهذه المعضلة، وفقهاؤنا لا يقدمون الحلول الضرورية. وعندما يظهر فقيه مجتهد حقا متنور حقا ويقدم الحل الفعلي، يقال له هذا رأي شاذ ومخالف لرأي جمهور العلماء، مخالف للإجماع. من أكبر الكوارث التي أصابتنا فكرة الإجماع هذه، لأنها همشت الأصوات المجددة التي تخاطب المستقبل.